قررت الحكومة اتخاذ مجموعة من التدابير على مستوى الدار البيضاء الكبرى. عملت الدار البيضاء والمحمدية وإقليمي النصر ومديونة وإقليمي برشيد وبن سليمان ابتداء من يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري على الساعة 9 ليلا ولمدة 4 أسابيع. بلاغ للحكومة ذكر أن هذا القرار اتخذ بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع، وتبعا لتوصية اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، وبناء على ما جاء في البلاغ الحكومي الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2020 من تمديد للإجراءات الاحترازية المعمول بها بعملة الدار البيضاء. وتشمل هذه التدابير منع جميع أشكال التنقل الليلي ما بين الساعة 9 مساء والسادسة صباحا باستثناء التنقلات لأسباب صحية ومهنية، وإلزامية التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى العمالات والأقاليم المذكورة مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة، وإغلاق ملاعب القرب والمنتزهات وإغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة 8 مساء. كما تشمل هذه التدابير إغلاق جميع المتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء، وتوقيف التنقل عبر حافلات النقل العمومي والترامواي على الساعة 9 مساء، وإغلاق أسواق القرب على الساعة 3 زوالا، فضلا عن تشجيع العمل عن بعد في الحالات التي تسمح بذلك. وأشار البلاغ إلى أنه سيتم الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المعمول بها سابقاً من إغلاق للحمامات وقاعات الرياضة ومنع التجمعات التي يفوق عدد أفرادها 10 أشخاص.